أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو مح وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر أن يذكر في حسمه وسعى وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا. الا خائفين له لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم